السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. حقوى ريفايتلايز، حقوى باثيك ميديسين، طب الحقوى باثي، العلاج بالماء الساخن، شفاء أشخاص من الصداع النصفي واضطرابات ما بعد الصدمة واضطراب معوية وتحسين الذاكرة أو مشاكل الذاكرة بصفة عامة. شفاء رجل يعاني من الصداع النصفية والإمساك والخمول وأمراض كثيرة منذ 26 سنة، كلها خلال 3 أيام من خلال علاج حكوباثيك، طب الحكوباثي أو حكوا ريفايتلايز. ريفايتلايز هو إعادة إحياء أو إعادة تنشيط دور الجسم الإنسان نحو الصحة الشاملة، وبمعروف عموما بالعلاج بالماء الساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور، جزاك الله كل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلك الجنة ويرحم والديك. والله أنا صحتي تحسنت بفضل الله ثم بفضلك. المهم يا دكتور، أنا أشرب ماء ساخن ما يعادل لتر، هل هذا صحيح أم لا؟ ثم عاد مرة أخرى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا دكتور فارس أنا أقسم على كتاب الله أمام الجميع أن ربنا شفاني من صداع، هذا الصداع ظل عندي 26 سنة وإمساك وخمول وكثير من الأمراض وعنق رقبتي والفك اليمين واليسار. أنا أريد أن أظهر معك على أي برنامج وأقسم للناس على المصحف مباشر بأن ربنا سبحانه وتعالى شفاني بفضل الله بالماء الساخن من أول 3 أيام، والله على ما أقول شهيد، وهذه شهادتي يا جماعة أتحاسب عليها يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. وللعلم أجريت عملية بالمنظار من حوالي 6 سنوات دون نتيجة، والله العظيم يا جماعة كان لا ينقطع من عندي البنادول والكتافيست، وأقسم بالله يا جماعة وصل بي الأمر أني لجأت للمشعوذين والدجالين. قصة طويلة يا جماعة من العناء والشقاء، وربنا أكرمنا بالدكتور فارس وموضوع الماء الساخن. ثم عاد يقول في وقت آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أنا كنت بعاني من الصداع المزمن والإمساك والخمول والكسل وارتفاع الضغط وعصر عصر الهضم وألام والألم في الرقبة والفكين ورقبتين، والحمد لله ربنا أكرمني بالشفاء بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل الماء الساخن. الحمد والشكر لله ثم بفضل الدكتور فارس، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين في كل بقاع الأرض. هذا الذي أردنا نقدم لكم فقط من هذه الحلقة. كما ترون أمامكم ماذا يقولون الآخرين وماذا استفادوا وماذا يفعل هذا تفعل هذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع، بل تحمل أسرارا لم يكشف التاريخ. سبحان الله، علم إنسان ما لم يعلم.
علم إنسان والله تعالى يرزق من الشاب غير حساب. أسأل الله تعالى جل جلاله بهذا العلم الذي أنعمني به الله تعالى بالقليل ولو بالقليل أن أقدم لكل من يسعى، كل من يريد مد يده، كل من يسعى للتطبيق والالتزام بجميع التطبيقات الصحية والعلاجية الستة للماء الساخن. ماء ساخن لا تنظر عليه كمجرد سائل بسيط، بل يحمل مفاتيح أسرار عظيمة عظيمة، وكلها شبيهة فعلا معجزة ربانية، معجزة إلهية، ليست معجزة فارس. فارس كرس حياتي من أجلكم. نرجو منكم الإعجاب بالقناة، الاشتراك لمن لم يشترك، نشر القناة، نشر الفيديو، تقديم تجربتك حتى هذه الحملة العالمية تتواصل في هذا القطار. نأخذ كل واحد بقدر المستطاع ينسجم معنا في هذا القطار الحياة العملاقة، سفينة العملاقة التي تقود ركابها لكل من يسعى تحقيق الصحة الشاملة. أصبحت الصحة اليوم في متناول الجميع مع هذه النعمة الربانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.